الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب فضل البكاء من خشية الله وشوقًا إليه، قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. قبل هذا الحديث ذكر المصنف حديث أبي هريرة توقفنا عنده، قال: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكان هذا الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقوله صلى الله عليه وسلم ذكر الله خاليا، ذكر أهل العلم في معناها معنيين: المعنى الأول ذكر الله خاليا، أي خاليا من خواطر النفوس وما يشغل عن ذكر الله عز وجل، أي أنه ذكر الله عز وجل خاشعا له سبحانه وتعالى مقبلا عليه. وقيل في معنى ذكر الله خاليا، أي خاليا من الناس، لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أقرب في المعنى، لأن هذا دليل على الإخلاص، فجزاه الله عز وجل على إخلاصه وصدق خشيته منه أن جعله الله عز وجل يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وحديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قوله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، هذه الصلاة صلاة نافلة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأمر الصلاة، فكان يصلي في بيته من النوافل ما شاء صلوات ربي وسلامه عليه. والصلاة هي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: وجوفي أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أزيز المرجل هو الماء الذي يغلي، وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص، والإنسان إذا جاءه البكاء يدافعه قدر ما يستطيع، فإن لم يستطع فلا حرج عليه، ولكن الأصل أن الإنسان يخفي ذلك قدر ما يستطيع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر بكاءه حال عبادته، ولكن يظهر منه ما لا بد منه، فكان يسمع منه البكاء كأزيز المرجل، يعني كالماء الذي يغلي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى أبي رضي الله عنه، متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي رضي الله عنه. وهذا الحديث لا شك أن فيه فضيلة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهم من قراء الصحابة ومن علمائهم، فمن فضله العظيم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة: لم يكن الذين كفروا. فأبي رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسماني؟ يعني سماني الله؟ فقال له: نعم، فبكى أبي رضي الله عنه بسبب هذه المنقبة وهذا الفضل العظيم. وهذا البكاء يحتمل أنه بكاء شوق إلى الله، ويحتمل أن يكون بكاء فرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة. وأيضا هنا فائدة مهمة، وهي أن الله عز وجل أمر النبي بأن يقرأ على أبي سورة البينة، فدل على أن هذه السورة عظيمة، سورة البينة من أعظم سور القرآن، ولذلك أمر الله عز وجل نبيه أن يقرأها على أبي، وما ذلك إلا لعظمة هذه السورة، لما فيها من التوحيد
والتنديد بأهل الشرك والتنديد، فهي سورة عظيمة فيها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وبيان الدين الحنيف، وبيان حال أهل الكفر، وبيان حال أهل الإيمان. فهي سورة عظيمة جديرة بأن يتفقه فيها المرء، وأن يقرأ في معانيها، وأن يعرف قدر هذه السورة. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله؟ قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم. وقد سبق في باب زيارة أهل الخير سبق الكلام على هذا الحديث، وهذا الحديث فيه حسن عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فزار أم أيمن حاضنة رسول الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يزورها، وهذا فيه فضل زيارة أهل الخير والصلاح، وإن كان من النساء ولكن بشرط عدم وجود الريبة. فأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها زارها أبو بكر وزارها عمر، لأن زيارة أم أيمن ليس فيها ريبة، لأنها كبيرة سن، كانت امرأة عجوزة، وأيضا عدم وجود الخلوة وعدم وجود الريبة في زيارتها، فكان يزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما جاءها بكت، فظن أبو بكر وعمر أنها بكت بسبب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقت للعين أن تبكي على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن تبكي من أجل ذلك. فقال أبو بكر وعمر لأم أيمن رضي الله عنها: أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله؟ الآخرة خير لرسول الله من هذه الدنيا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، يعني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت السبب في البكاء فقالت: ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع. فانقطاع الوحي مصيبة عظيمة على الصحابة، لأن الوحي كان ينزل عليهم صباح مساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين بالوحي الأخبار وتتضح الأحكام، ويعلمون ما سلف من الأمم وما سيكون من الأحداث، وتحل البركة في الديار. فكان انقطاع الوحي مصيبة عظيمة، جعل أم أيمن تبكي على فقد هذا الوحي. فلما قالت لهما هذا الكلام هيجتهما على البكاء، فبكى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الحديث التي استدل بها أهل السنة على إمامة أبي بكر، وأنه أولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة التي تدل على فضيلة أبي بكر وتقديمه في الإمامة والخلافة، فما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين الصحابة كلهم إلا إشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أحق الناس بالخلافة. فكما أنه أولى الناس بالإمامة فهو أولى الناس بالخلافة. ومن المواضع التي فيها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمامة أبي بكر بعده، وأن يكون الخليفة للمسلمين بعده، عندما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت له: إن جئت ولم أجدك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سلي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي فضائل أبي بكر أحاديث كثيرة جدا، وفضله عظيم، فهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنه وأرضاه. فهنا لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة من أهم الأمور التي كان يهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فالصلاة كانت أهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به وقت مرضه، حتى وأن خرج إلى المسجد يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف صلى الله عليه وسلم، وكان يفتح نافذة بيته فينظر إلى الناس وهم يصلون من أجل أن يطمئن قلبه على الناس وهم يصلون. فكانت الصلاة من أهم الأمور التي كان يعتني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حال وجعه الذي مات منه صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه الحالة قيل له في الصلاة، يعني سئل عن الصلاة وما يتعلق بها وما، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وما عظمها من منقبة لأبي بكر رضي الله عنه. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، وفي رواية أخرى إنه رجل أسيف، يعني رجل رقيق القلب، إذا قرأ القرآن يبكي لا يتحمل رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لصدق خشيته لربه سبحانه وتعالى وصدق إيمانه. أبو بكر رضي الله عنه إيمانه عظيم، لو وزن بإيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر رضي الله عنه. فعائشة تعتذر لأبيها، تقول: إن أبا بكر رجل رقيق، تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم غيره، ليس من أجل حرمان أبي بكر من هذه الفضيلة، ولكن اعتذارا منها لأبي بكر لأنه رجل أسيف. قالت: إنه إذا صلى لا يسمع الناس من البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليصلي، حتى وإن كان أسيفا رقيقا لا يسمع الناس قراءته من البكاء، مروه فليصلي. فدل هذا الحديث على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا دل على أن البكاء في الصلاة لا يؤثر على الصلاة ولا على صحة الصلاة، لأن هذا البكاء بكاء من خشية الله، وبكاء من أجل محبة الله وشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فكان هذا البكاء من المحامد في الصلاة. فقد بكى رسول الله، وبكى أبو بكر رضي الله عنه، وبكى الأخيار من الصحابة والتابعين. ولذلك بعض الناس قد يعني يتكلم عن من يكون أسيفا ورقيقا في الصلاة، وهذا كلام غير صحيح. فأبو بكر كان رجلا أسيفا رقيقا ويبكي في الصلاة، ولم تكن هذه مذمة له، بل هي منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر من أجل أن يصلي بالناس مع ما كان عليه من الحال في الرقة والخوف رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم بكى حتى ترك الطعام. وهذا حديث عظيم يدل على خشية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخوفه من ربه سبحانه وتعالى، وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه. فلما قدم له الطعام من أجل أن يفطر، تذكر حال الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين الأولين الذين كانوا في ضيق من العيش وفي نكد في هذه الحياة، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان شابا صغيرا يافعا، كان أبواه يحسنان إليه إحسانا عظيما، فيلبسانه أحسن الثياب ويعاملانه أحسن المعاملة. فلما أسلم هجراه وتركاه، فخرج مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان فيه من العز في مكة مع والديه، ولكنه عندما أسلم قدم الإيمان على ما كان عليه من الرفاهية في هذه الحياة الدنيا. فلما جاء يوم أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، فقتل رضي الله عنه وأرضاه. فلما قتل رضي الله عنه وأرضاه والشهيد يكفن بملابسه، لم يجدوا عليه إلا بردة، وهذه البردة صغيرة، إن غطي بها رأسه بدت عورته ورجلاه، وإن غطيت رجلاه وعورته بدا رأسه. انظر إلى الحال الذي كان عليها عندما هاجر والحال التي كان عليها قبل إسلامه، ولكن رضي الله عنه أرضاه قدم الدين على الدنيا.
فعبد الرحمن بن عوف تذكر هذه الحال الذي عليها مصعب بن عمير رضي الله عنه، كيف كان وكيف كان، فجعل يبكي عندما تذكر هذا الموقف العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم عن مصعب بن عمير في هذه الحالة أمرهم بأن يغطوا رأسه وعورته وأن تغطى رجلاه بالإذخر، وهو نبات معروف، فغطي رأسه وعورته ببردته وغطيت رجله بالإذخر ثم دفن رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تذكر هذا الموقف العظيم فقال رضي الله عنه وأرضاه: ثم بسط لنا من الدنيا، يعني فتحت الدنيا على الصحابة كما وعدهم الله عز وجل، ومغانم كثيرة يأخذونها، فوعدهم الله المغانم وتحققت، خاصة في عهد عمر رضي الله عنه فتحت الفتحات وتوسعت الدولة الإسلامية توسعا عظيما، فحصدوا من المغانم الشيء الكثير. فقال: بسط لنا من الدنيا، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا. فلما أعطي ما أعطي الصحابة خشي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، خشي أن يكون هذا استزراج من الله عز وجل، فقال رضي الله عنه: قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، كما يحصل للكافر أن تعجل له الحسنات في الدنيا ثم يوم القيامة ليس له إلا النار. فجعل يبكي رضي الله عنه خوفا من الله حتى ترك الطعام ولم يأكل رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال النووي: في الباب حديث كثيرة، حديث كثيرة منها حديث العرباض من ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، وقد سبق في باب النهي عن البدع ومر علينا هذا الحديث. فآخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرتين وأثرين. قال: القطرة يعني قطرتان، قطرة دموع من خشية الله، قطرة دموع من خشية الله، هذا الأمر الأول. الثاني: وقطرة دم تهراق في سبيل الله. فهاتان القطرتان من أحب الأمور إلى الله، أن يبكي الإنسان من خشية الله وأن يهراق دمه في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، فهذه من أعظم القطرات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، قطرة الدمع وقطرة الدم. قال: وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وهذا أيضا فيه فضل الجهاد في سبيل الله. الأثر الذي يكون في سبيل الله إما أن يكون أثر المشي، أو يكون أثر الدابة، أو أثر السلاح، هذه آثار التي تكون في سبيل الله من أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، والفريضة هنا تشمل جميع الفرائض، سواء كانت هذه فريضة الصلاة أو فريضة صلة الرحم أو غيرها من الأعمال الصالحة التي يسعى إليها العبد. فالأثر الذي يكون بسبب هذه الفريضة في مشيه على رجليه أو على دابته، أو الأثر الذي يكون من أسباب وضوئه ومن أسباب سجوده، كل هذه تسمى آثار، آثار الطاعات، فهذه من أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.